يأتي هذا المنتدى مواكبا للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة أيدها الله للنهوض بالمنطقة وتنميتها وما تشهده من نقلة نوعية متسارعة للمشاريع. يعزز ذلك المبادرات الكبرى والحافز الاستثمارية بالمنطقة ومنها تأسيس المكتب الاستراتيجي لمنطقة جازان من خلال وضع استراتيجية شاملة للمشاريع. يعزز ذلك المبادرات الكبرى والحوافز الاستثمارية بالمنطقة ومنها تأسيس المكتب الاستراتيجي كما أسلفت من خلال وضع استراتيجية شاملة لتطوير المنطقة إضافة إلى إطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة لتكون مركز نمو اقتصادي تنافسي متكامل.